الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية. حلمت أنني أتصل بالهاتف ثم انقطعت المكالمة أو الاتصال في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية الاتصال بالهاتف المحمول ثم انقطع المكالمة في المنام رؤية غير محمودة. فإذا رأى النائم في منامه أنه يتحدث في الجوال ثم انقطع الاتصال فتلك إشارة غير سره بالمرة، حيث تدل على شر في طريقه للوصول إلى الرائي، كما تدل أيضا على خصام وقطع صلة الأرحام للرائي. ورؤية فصل الخدمة في المنام دليل على الشر. وإذا رأى النائم أنه يتحدث في الجوال ثم يحدث تشويش فتلك دليل على قلق صاحب الحلم وحيرته. إذا رأى النائم في منامه أن جواله قد حدث له انفجار فتلك إشارة إلى الفتنة. ومن رأى في منامه أن جواله تعرض للحريق فتلك إشارة إلى الزنا والارتباط بعلاقة غير محللة والعياذ بالله. رؤية الهاتف يضيع في المنام دليل على هزيمة صاحب الحلم وتعرضه للخسارة. رؤية نسيان أو بيع الهاتف في المنام دليل على الشر. إذا رأى النائم في منامه أنه يتحدث في الهاتف ولكنه لا يعرف ماذا يحدث فتلك إشارة إلى الشر. فربما تدل الرؤية على تلاقي أخبار سيئة وحزينة ولها عواقب وخيمة، ولكنها ستمر بعد فترة بسلام. أما رؤية أنك تتحدث في الهاتف بالمنام وأنت تعرف ماذا يحدث فتلك أيضا بشرى غير سرة، وتدل الرؤية على تلاقي أخبار حزينة ولكنها ستختم بالفرح والسعادة. إذا رأى النائم في منامه أن شحن هاتفه قد تعرض للتلف والفساد وقام أحد بإصلاحه للرأي تلك بشرى محمودة، حيث تدل الرؤية على أن هناك أشخاص في حياة الرأي يساعدونه ويقدمون له النصائح التي تفيده. إذا رأى النائم في منامه أنه يشتري شاحن لهاتفه فتلك إشارة إلى تمنيه أن يتخلص من الهموم والمشاكل. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.